كيف تقرأ مؤتمر غروزني؟ مؤتمر غروزني ينبغي أن يقرأ عبر خلفياته وعبر وقته وعبر الذين يعني أقاموا هذا المؤتمر. هذا المؤتمر أقيم في الشيشان التي ترعاها وتقوم روسيا. بالوصاية عليها، لا شك أنها روسيا، وروسيا التي يعني تدور حول فلك رئيسها يعني بوتين، يعني فهو المسيطر على جميع يعني قرارات الدولة إلى غير كما هو معلوم يعني. فهذا جزء. الجزء الآخر، من الذي قام بال يعني قام بهذا المؤتمر؟ قام بهذا المؤتمر فصيل معروف اللي هم الطرقية الصوفية في العالم، وكان ممن شارك منهم حتى الطرقية الصوفية اللي لا يزالون تحت عباءة بشار. يعني ما المراد من هذا المؤتمر ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ اليوم العالم العربي والإسلامي متوحد خلف المملكة العربية السعودية، متوحد خلف المملكة العربية السعودية في اليمن، متوحد خلف المملكة العربية السعودية في سوريا، في كثير من قضايا الأمة العربية والإسلامية تقف الدول والشعوب العربية والإسلامية خلف المملكة العربية السعودية. وهذا يعني هذه الحالة تؤرق الأعداء الخارجيين سواء من الشرق أو من الغرب، فلا بد من محاولة إيجاد شرخ وصدع في مثل هذه الحالة. وحاولوا أن كما أنهم في يوم من الأيام استخدموا الإخوان المسلمين، حاولوا أن يستخدموا اليوم الصوفية لإحداث هذا الشرخ في هذه الحالة، ولكن يعني بعد السعودية عنه وعلمائها كان متعمد يعني عن ما هذا في شك، المؤتمر. لأنهم يعني كان النتيجة يعني المختصرة والنهائية للمؤتمر إخراج المملكة العربية السعودية بقيادتها السياسية وقيادتها الشرعية الدينية العلمية من مفهوم أهل السنة والجماعة. ولا شك من المشاركين من هو كان يعني والأزهر يعني يعرف كان أيضا كان هذا، ومنهم من لم يكن في ظني أنه كان يعرف هذا.